أساطير غامضة حول المرايا. تعتقد بعض الثقافات بأن المرايا تعكس حقائق أكثر عمقاً من كونها مجرد أداة تظهر انعكاس الشيء المقابل لها، حيث تؤمن بعض الحضارات بأن هذه المرآة تمتلك أساطير غامضة، وهي التي سنعرض بعضاً منها هنا. أساطير غامضة حول المرايا. لمحة عن المستقبل. استخدمت الساحرة في منطقة ثيصاليه في القرن الثالث ميلادي مرايا سحرية، إذ كتبنا عليها نبوءتهن بالدماء كما استخدمها العرافون والمتنبئون. مرآتي يا مرآتي، غالباً ما كان يعتقد في الماضي أن المرايا تخزن ما ينعكس عليها للاستخدام لاحقاً، ولعل هذا هو أساس حكاية مرآة الأميرة بياض الثلج الشهيرة. ويعتقد بأن بياض الثلج الحقيقية كانت بارونة من بافاريا تزوج والدها ثانية عام 1743، وكانت زوجة والدها تفضل بناتها من زواج سابق، وتلقت مرآة هدية من زوجها الجديد، وكان يشار إلى الهدية باعتبارها مرآة متكلمة، حيث كان يعتقد في بافاريا أن المرآة تقول الحقيقة دائماً. وما زالت هذه المرآة في متحف سبيسارت في قلعة اللور ببافاريا. قصة ماري الدموية. ترتبط بالمرايا أيضاً بعض قصص الرعب عن أشباح سحرة ومشعوذين محتجزين بها، ولعل أشهرها قصة ماري الدموية، إذ تتطلب لعبة مرعبة معروفة في الغرب الذهاب للحمام وإغلاق بابه وترديد عبارة ماري الدموية 3 مرات، حينها ستقفز ماري من المرآة. معرفة صفات الناس الداخلية. تستخدم المرآة في الصين للتركيز والتقاط الطاقة وخاصة من القمر، ويزعم أن إمبراطوراً صينياً وصل إلى هذا المركز بسبب استخدامه لمرآة سحرية، وقال كين شي هوانغ وهو مؤسس سلالة كين في عام 25 قبل الميلاد أن مرآته تطلع على جوهر الناس الذين ينظرون إليها. الحظ الجيد. يوجد الكثير من الخرافات حول المرايات، ومن بينها واحدة تقول بأنك لو حطمت مرآة ستتجنب لعنة 7 سنوات من الحظ السيء. وقد اعتقد الرومان بأن الحياة تجدد نفسها كل 7 سنوات، وبالتالي فإن الروح التي لم تجدد تحبس في مرآة محطمة. وبتجميع المرآة المكسورة على ورقة أو في حقيبة وإلقائها في النهر تتخلص من الحظ السيء، كما يمكن دفنها أيضاً. كما وكان يعتقد أيضاً أنه من سوء الحظ أن ترى انعكاس صورتك على المرآة بينما تتحدث لشخص ما. تغطية المرايا. كانت المرايا تغطى في العصر الفكتوري عند وفاة أي شخص وقبل جنازته حتى لا تحتجز روحه في إحداها، وقد انتشرت هذه العادة إلى بلدان مختلفة من حول العالم بما في ذلك اسكتلندا وأمريكا والصين ومدغشقر والقرم وبومباي في الهند. وأنت شاركنا رأيك في التعليقات، وأخبرنا هل تعرف إحدى الأساطير حول المرايا؟ ولا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل جديد من القناة لكم.